لخص يا صفوة. جبت التكت معاك يا صفوة؟ انا قلت الحقك الاول قبل ما تغطس. طب لخص بسرعه قبل ما الواد ممدوح يظهر. ما يظهر يا عم، ده قد كده مش هيفهم حاجه. يا عم هيروح يحكي لابويا كل حاجه. طب خلص خد بقى شد وروش وادعي لي. ها صباح الفل يا عزيزي. صباح ايه؟ ده احنا بقينا العصر يا متحبي. يفضل صباح طول ما المزه لسه ما صحيتش من النوم. هي لسه ما فاقتش؟ يا دوب لسه مفوقاه. طب ما تفوقيني انا كمان. ده انت تفوق بلد يا متحبي. طب يلا عاملي لي فنجان قهوه دوبل. حاضر. لا 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 لا، الحته دي لا. انا قلت الحته اللي على الناصيه دي هعملها فيل. انا طالبه فيها نص مليون جنيه. لا انا ما بحبش الفصال. انا بحب ايه في ايه؟ صباح الفل على احلى واحده في مصر. بقول لك ايه، انا بتكلم في التليفون في موضوع مهم جدا، اقعد استناني. ايه ده؟ وكمان كتاشين، ده احنا ليلتنا فل. اما عرفت لك واحده انما ايه، عندها المزاج اللي هو. لا يا راجل بتبيع؟ يا مش لاي حد، الحبيبها بس. وانت بقى من الحبايب يا حلو؟ اعز الحبايب يا حبيبي. طب وانا ماليش في الطيب نصيب؟ ما انت عارف لازم اديها الامان الاول. وانا لازم اشوف الاستاف الاول. انا خدت لك منها تذكرتين نشدهم مع بعض ونعمل دماغ طحن النهارده. طب يلا بينا. يلا. اهلا يا صفو. ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. خش يا ابني، واقف ليه بره؟ مساء الخير. مساء النور. مين اللي معاك ده؟ ده ماهر صاحبي اللي كلمتك عنه. انت بقى ابن العطار؟ على فكرة أنا أبويا أكبر عطار في مصر. وماله؟ أنت زعلت يا ننوس؟ معقولة حد يزعل من ست الكل برضه؟ اتفضلوا. اتفضلوا استريحوا. شكرا ست الكل. والننوس بقى بيشتغل إيه؟ الننوس لسه طالب. طالب إيه؟ طالب مزاج؟ لا لا لا، ماهر زميلي في الكلية. أنا اللي هدخلك الكلية اللي على مزاجي، الكلية اللي على أصولها، كلية المزاج العالي قوي. بس أنا عندي الأسعار غالية شوية. لا من ناحية دي اطمني، مفيش حاجة تغلى عليا. افتكرتك هتقول مفيش حاجة تغلى عليك يا ست الكل. معلش يا ست الكل، عذرية، ده لسه ما دخلش الكلية برضه. ماشي، عن إذنكم ثواني. اتفضلي راحتك. حكايه ننوس دي يا عم صفو. يا عم حد يطول يبقى ننوس. طب انا ننوس. يا ننوس يا اخويا. اتفضل. الف شكر. تسلم ايدك. اتفضلوا. ما تخافش، المره دي هديه مني علشان انت ضيفي. حط حط حط. شم شم تاني. شم وبعدين اشرب العصير يا ابن العطار. يدوم يا ست الكل. انت لسه ما تعرفنيش يا مدحت. انا انسانه بحب الدنيا، بحب اعيش حياتي ما ضيعش منها ولا لحظه. انا بزنس وومن من الدرجه الاولى، بحب اشتغل في كل حاجه. وانا زيك بالظبط، بحب الدنيا وبحب الحياه، بحب اصرف على نفسي وما بخلش على نفسي باي حاجه. زي ما بيقولوا كده في المثل، الطيور على اشكالها تقع. ايوه بس انت برضو بتحب البنات قوي، ولا انت فاكر اني ما خدتش بالي وانت هتاكل بعينيك البنت اللي كانت قاعده معايا في النادي؟ انا كنت هاكلها بعيني. انا عيني ما تاكلش غير واحده بس، ما تهضمش غير واحده بس. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ليه انت مش مصدقاني؟ امري لله، هصدقك لما اشوف اخرتها معاك ايه. اخرتها عنب. بقى انت قلت لي انك حريف بلياردو وبتكسب دايما؟ انا حريف في اي لعبه. اي لعبه؟ اي لعبه. يعني لو لعبتك تغلبني؟ ما انا قلت لك من الاول انك انت اللي غلبتيني. بس انا عايز اكسب منك. تحب تلعب كونكان ولا بوكر؟ اي حاجه، انا مذاكر كويس. متاكد؟ جربي. خلاص يبقى نلعب كونكان. دورين على قدك، الدور ب 10 جنيه، ايه رايك؟ طب ما تخليهم 20. عليا ب 30. طب ما تيجي نقفلهم 50. مش كتير عليك. مش كتير عليكي، قدها وقدود. اوكي اقطع.